مشاهدينا في ضيف المنتصف سنتحدث عن الانتخابات الرئاسية التونسية التي تتواصل عملية التصويت في البلاد حتى 6:00 PM اليوم بالتوقيت المحلي. معنا من العاصمة الفرنسية باريس سهام بدي، وزيرة سابقة وناشطة حقوقية وسياسية. سيدتي أهلا بك، نحو 10 ملايين تونسي مدعوون هذا اليوم لاختيار اسم يقود رئاسة البلاد للسنوات الخمسة المقبلة. بداية، كيف ينظر الشارع التونسي إلى هذه الرئاسيات؟ الشارع التونسي، تحدثتم واستعملتم كلمة الاختيار، هو في حقيقة الأمر قيس سعيد لم يترك خيار للمواطنين، بل هو من اختار من بقي في السباق، يعني اختار العياشي زمال، وحتى وإن اختاره وجعله ينافسه من وراء القضبان، يعني حتى لا يساهم ولا يشارك بصفة فعلية في هذه الانتخابات. وبالتالي نحن أمام خيارين أحلاهما مر، لذلك جزء كبير من الشارع التونسي اليوم ذهب ليختار العياشي زمال، وكأنه انتخاب يعني عقابي، فوت سانكسيون لقيس سعيد، لما أولا لحصيلة الخمس سنوات التي قضاها في الحكم والتي ليس فيها أي إنجاز يذكر، ثم أنه حتى أثناء حملته الانتخابية لم يقدم أي مشروع أو أي بوادر أمل لإصلاح حقيقي أو لإنجازات حقيقية. وبالتالي هذا ما جعل أيضا جزء آخر من المواطنين التوانسة اليوم يقاطعون هذه الانتخابات، لأنهم يعتبرونها معلومة النتائج مسبقا، وشابه العديد من المخالفات القانونية والجرائم الانتخابية بالجملة، وليس آخرها هو أن لا يحسم النزاع الانتخابي بالمحكمة الإدارية ولكن بمحكمة الاستئناف، وهذه سابقة أولا لأنه وقع تغيير القانون الانتخابي في شهر الانتخابات، تغيير قانون اللعبة أثناء بداية اللعبة، ثم أنه يعني يقصي المحكمة الإدارية حتى لا يقع اللجوء إليها من جديد، خاصة وأنها أنصفت 3 مرشحين ولكن لم يتم العمل بحكمها. سيدتي، الناخبون في هذه الرئاسيات يقترب من 10 ملايين ناخب، والرهان الأكبر في هذه الاستحقاقات هو نسبة المشاركة. كما نعلم الرئاسية السابقة في عام 2019 يعني بلغت نسبة نحو 58%. تحدثتي عن يعني مقاطعة من قبل الكثيرين لهذه الاستحقاقات، لكن ما هي التوقعات حول نسبة المشاركة في استحقاقات هذا اليوم؟ نسبة المشاركة يظهر لي سوف تكون مفاجئة، لأنه حتى العدد الكبير ممن دعا إلى المقاطعة نراه اليوم يذهب ويشارك في هذه الانتخابات. هناك من حسموا أمرهم في اللحظة الأخيرة، لكن نشير هنا إلى أن عدد الناخبين سوف ربما نراه يزداد خلال اليوم، مع العلم أن هذه الانتخابات تتم اليوم دون أي رقابة فعلية أو جدية. نذكر أنه في سنة 2014 كان هناك أكثر من 27,000 ملاحظ، اليوم هناك فقط 1,707 من الملاحظين. كما أن عدد المراقبين الذين كانوا يمثلون الرؤساء المترشحين آنذاك كان 65,000 مراقب، اليوم لنا أقل من 10,000 مراقب. يعني هناك نية بأن هذه الانتخابات يتم فرزها ربما في العديد من المكاتب في غرف مظلمة، والذين يفتحون الصندوق ربما قد يقع تلاعب كبير، خاصة وأنهم ربما يمنعون حتى وضع قائمة النتائج النهائية على يعني وإلساقها في باب مكاتب الاقتراع. هناك منع للمراقبة الدولية، هناك منع لجمعيات مجتمع مدني كانت تقوم بدور الرقابة والتفقد لسلامة هذه العملية.
تم استثنائهم من أن يقوموا بهذا الدور. وبالتالي يعني كل القرائن والبراهين تدل اليوم على أن هذه الانتخابات تقريبا معلومة النتائج مسبقا، وعملية التزوير يعني ممكنة وسهلة جدا، والذي طيب. أعطى نفسه الحق في المساس بالقانون وفي عدم احترام قرارات المحكمة، ما الذي ينهيه على أن يزور النتائج حتى وإن رأينا هبة شعبية في اللحظات الأخيرة ممن ربما ارتأوا أنه من الأفضل أن تكون نسبة المشاركة جيدة، وأن تكون نسبة المشاركة خاصة في صالح من يقبع في السجن اليوم لم يقترف ذنبا سوى أنه تجرأ على يعني الترشح للانتخابات الرئاسية، فهو اليوم مهدد بأكثر من 12 سنة سجن. طيب سيدة سهام، نتحدث عن نسبة المشاركة في تحقيقات اليوم، نتحدث عن الناخبين في الداخل، ماذا عن الناخبين التونسيين المتواجدين خارج البلاد؟ كيف سيتفاعل هؤلاء مع رئاسيات اليوم؟ نتحدث كذلك عن إقبالهم للتصويت في هذه الرئاسيات، وبالنسبة لهم كفة من ستميل من بين المرشحين الثلاثة؟ هو لم يقع الإعلان على النتائج النهائية في الخارج، ولكن هناك أنباء تصلنا وخاصة عبر المواقع الاجتماعي ومن طرف القريبين من عملية الفرز ومن يعني والذين يرون كيفية الإقبال على هذه الانتخابات، يعني هم يقولون إلى حد الآن أنه هناك إمكانية كبرى لو لم يقع المساس بما هو داخل الصندوق أن يفوز العياش زمال على الأقل في الخارج، وهذا في حد ذاته يعني نقص خطر بالنسبة للداخل، نظرا لأنه قيس سعيد يعني أمام شعوره بهذا الخطر الداهم بين ظفرين يعني استشعر ربما بعض الخطر، وخاصة مع هذه الهبة الأخيرة في اللحظات الأخيرة للشارع التونسي للتصويت ربما بكثافة، ودعوة العديد الآن من الناخبين إلى أهلهم وذويهم وأصدقائهم والدوائر التي يتحركون فيها إلى التصويت، ربما أقول أنه كفة العياش زمال ترجح، ولكن من جديد أقول أنه هذه الانتخابات الرئاسية بالنسبة لقيس سعيد هي بمثابة حياة أو موت، وأن العصابة التي وراءه والغرف المظلمة التي تحاك فيها كل هذه الجرائم الانتخابية بالطبع لن تمكن أيا كان من الفوز، وهم أعدوا مسبقا قوانين في أي مرحلة من المراحل الانتخابية يمكن إلغاء فوز العياش زمال حتى وإن فاز، أولا لأنه وقع يعني تلفيق العديد من التهم في العديد من المناطق له في تونس من أجل ربما لعدم احتساب أصوات المناطق التي له فيها قضايا، يعني هناك إعداد مسبق لأنه حتى لو فاز العياش زمال لهم حل لذلك بإسقاط أصواته، وحتى تكون الكفة راجحة لصالح العياش قيس سعيد، وبالتالي منذ البداية إلى النهاية كل مراحل الانتخابات رتبت وأعدت مسبقا لأن يفوز قيس سعيد رغما عن أنف الجميع فوق القانون فوق المحكمة الإدارية في عملية سطو غير مسبوقة على الإرادة الشعبية. نعم، نعلم سيدة سهام بأن تونس تمر بأزمات متعددة سواء من الناحية الاقتصادية السياسية وكذلك الاجتماعية، كل مرشح حاول من جانبه من خلال برنامجه التطرق إلى هذه الأمور، لكن ما هي الآثار المحتملة لهذه الانتخابيات ونتائجها على مستقبل تونس والتونسيين، يعني خصوصا التونسيين الشباب؟ لا، التأثير هو تأثير واضح، يعني من جديد قيس سعيد 2019 ليس قيس سعيد 2024، مهما كانت نتائج الانتخابات حتى وإن مر بالقوة
فإنه اليوم يعني بالنسبة للشباب وبالنسبة لأطياف واسعة من المعارضة ومن النخب التي استعداها قيس سعيد، جزء كبير منها اليوم يعني واضح خيارها في أنها ستقاوم ولن تستسلم، وبالتالي أصبح قيس سعيد اليوم فاقد للسند الشعبي وسيكون فاقد للشرعية بعد هذه الانتخابات التي أعتبرها ويعتبرها العديد في الداخل وفي الخارج غير شرعية لما شابها من جرائم انتخابية. وسوف نطالب بإلغاء هذه الانتخابات سواء كان في المحاكم الوطنية يعني في تونس أو في المحاكم الدولية، لأنه لا يمكن الانتخابات يعني مرت بهذه الظروف أن تعطي الشرعية من جديد لقيس سعيد. يعني في كل الحالات قيس سعيد سوف يخرج من هذه الانتخابات مهزوما، فاقد للشرعية التي كان يتشدق بها علينا، التي حصل والنسب التي حصل عليها 2019، اليوم سوف يكون بالكاشف برغم التزوير وبرغم كل الجرائم الانتخابية سوف يرى حجمه الحقيقي، وسوف يرى أنه أصبح معزول وأن الشعب قد لفظه، وهذا ربما سوف يكون له تأثير كبير ابتداء من 7 أكتوبر، أي أن هذه الانتخابات لها ما بعدها، وما بعدها يعني سيغير بشكل كبير المعادلة التي لن تكون بالطبع لصالح قيس سعيد. يعني المعارضة في تونس سيدة سهام، أبرز زعمائها موجودون في السجون، منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية تندد بما تسميها الانجراف السلطوي من خلال تسليط الرقابة على القضاء والصحافة وكذلك التضييق على منظمات المجتمع المدني. برأيك بعد الإعلان عن النتائج كيف ستتعامل المعارضة مع هذه النسب التي سيتم الإعلان عنها وهذه النتائج في حال يعني فاز سعيد أو زمال أو المغزاوي؟ هو في حد الآن العديد من الصحف العالمية، يعني رأينا في واشنطن، في باريس، في سويسرا، في ألمانيا، يعني أهم الصحف المقروءة والتي تتمتع يعني بانتشار واسع في الأوساط السياسية والثقافية والشعبية، أعلنت يعني على أن تونس تذهب نحو ديكتاتورية غير مسبوقة، وقالت أن هذه الانتخابات تمر في ظروف تشوبها الخروقات والتجاوزات، وأنها ليست انتخابات نزيهة وشفافة، وبالتالي يعني حتى على مستوى الدولي هناك وعي بأن هذه الانتخابات لن تعطي الشرعية ولن تمتع قيس سعيد حتى وإن فاز بها بالشرعية الحقيقية. وبالتالي ما هو دور المعارضة؟ دور المعارضة 7 أكتوبر يعني بعد صدور نتائج الانتخابات هو مواصلة الصمود والنضال ولم الصف من أجل عدم الاعتراف بهذه الانتخابات، من أجل أن كما قلت أن ترفع كل القضايا ولا تعوزنا الدلائل والبراهين والقرائن على كل ما ارتكب من جرائم حتى يمر قيس سعيد بالقوة. وكما قلت أمل كبير دائما في القضاء، أمل كبير في إنصاف المحاكم لهذه الانتخابات. فما معنى اليوم مثلا أن يحرم 3 مترشحين قد استوفوا كل شروط الترشح ويقع منعهم لأنهم فعلا يهددون قيس سعيد، ولأنه متأكد أنه لو كانوا قبلته المترشحين الذين أقصاهم لما فاز لا من الدور الأول، لما حتى من الدور الأول لم يكن له حظوظ في الفوز. وبالتالي هؤلاء من حقهم الطعن في الانتخابات ومن حقهم إبطال هذه الانتخابات بالقانون، والقانون في صالحهم. ولكن أمامنا اليوم رجل يضرب عرض الحائط الدستور حتى الذي وضعه هو نفسه وقرارات المحكمة الإدارية، ويضع يده على القضاء، وهذه الهيئة نذكر التي سوف تعنى بالنتائج وبإعلانها هي هيئة منصبة من قيس سعيد.
عم من العاصمة الفرنسية باريس سهام بدي، وزيرة سابقة وناشطة حقوقية وسياسية، شكرا لك على هذه المشاركة.